في محاولة منها لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، تفتح وزارة التربية الوطنية المؤسسة التعليمية خلال العطلة لتقديم دروس الدعم للتلاميذ لكن دون جدوى. التلاميذ عموما أصبحوا يرون بأن ساعات الدعم ليست وسيلة من وسائل النجاح، ويرون في الدروس الخصوصية هي الوسيلة الأنجع بالنسبة إليهم. قرار تقديم دروس الدعم خلال العطلة الشتوية ثمنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وهو بعيد عن الدروس الخصوصية. بالنسبة للتلاميذ الذين هم مقبلون على امتحانات رسمية في الأطوار الثلاث، هذا يدخل في إطار التحضير النفسي والتحضير البيداغوجي، وفي نفس الوقت حل الإكثار من حل التمارين والمسائل التي تؤهلهم لنيل أحسن النتائج، ولا علاقة هنا بالنسبة للدعم والدروس الخصوصية. في المقابل ترى النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الأساتذة الذين يقدمون دروس الدعم خلال العطلة من عدمي الخبرة، وإن أرادت الوزارة محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية عليها رفع قيمة الساعات الإضافية حتى يتسنى تقديمها داخل المؤسسات التربوية. أن الدروس الخصوصية اللي راهم يديروهم في ظروف غير حسنة، أن هذوك الدروس دير داخل مؤسسة، ولكن بشرط رفع السعر للقيمة للساعة الإضافية. أمام كل هذا وذاك تسعى وزارة التربية بكل ما أتيت لوقف فوضى الدروس الخصوصية، فهل ينجح مسعاها في تكرار تقديم دروس الدعم مع حلول كل عطلة حتى وإن أثبتت التجربة فشلها؟ هو توجه التلاميذ نحو الدروس الخصوصية.